ما نحن إلا طيف عابر على سطح الزمن، وكل إنسان مصيره محتوم بحبر القدر. السلام عليكم، معكم نادر نور الدين، قناتنا بيولوجي سيكريت أوف لايف. النهاردة هنشوف أهم جزء في المصل، اللي هو المصل كونتراكشن، ميكانيزم أوف مصل كونتراكشن. عايز تعرف إيه اللي بيحصل في الحوار ده؟ خليك معنا. رجعنا لكم. كلمة سر في حوار الماسل كونتراكشن هو الكالسيوم ايونز. ليه؟ قبل ما ابدأ شغلي واشرح ازاي بيحصل الماسل كونتراكشن، لازم حضرتك وحضرتك تفهم جزئية مهمة قوي قوي قوي. ايه هي؟ ان كلمة ماسل كونتراكشن المقصود بيها حاجتين. نمبر 1 ذا اوردر، مين اللي هيدي الاوردر للماسل تو كونتراكت؟ زي ما قلنا قبل كده ان النيرفس سيستم هو المسؤول عن الاوردر ده على شكل نيرف امبلس. ولازم برضو تبقي فاهمه وتبقى فاهم يعني ايه نيرف امبلس، وازاي بتتنقل من النيرف سيل للماسل سيل. ادي ايه؟ ادي جزئيه. يبقى الاوردر نمبر 2 ذا ريسبونس. الماسل زي ما احنا عارفين من زمان هي عباره عن افكتور ريسبوندينج اوردر اورجان، اسف، اللي هو عضو استجابه. اوكي، طب ازاي المصل بتستجيب للاوردر ده؟ يبقى حوارنا النهارده عن هاو داز ذا نيرف امبلس ترانزميت فروم ا نيرف سيل تو ا مصل سيل تو كونتراكت اور ريلاكس. ادي ايه؟ ادي واحد. اتنين، وات هابنز تو ذا مصل وين ذات اوردر arrived to it. رجعنا لكم. تعال نشوف حضرتك اولا الاناتومي اوف ذا ماسل. ما انت يا مستر شرحت لنا المره اللي فاتت الماسل والماسل باندل والفايبر والمايوفايبر اللي جوه كل ماسل فايبر والساركوميرز. او الساركومير دي از ذا سمولست كونتراكتايل يونت، اصغر وحده انقباضيه، وهي دي اللي بتتغير. اوكي، اجزائها ايه؟ افتكر معايا، دارك and light bands of two different types of protein filaments, myosin alternate with actin. طيب الميوسين والاكتين مع بعض يا ترى بيحصل فيهم ايه؟ ده اللي انت هتشوفه في الصوره اللي جاي. اوكي، وما تنساش كلمه سر ايه؟ كالسيوم ايونز. كل مايوفايبرل اللي هي سراوندد باي ساركوبلازميك ريتيكولوم، ودي هي اللي بيحصل فيها او بتحتوي على الستورز اوف كالسيوم اين. بمجرد ما تيجي النيرف امبلس الكالسيوم اين يخش. مجرد ما يوصل بقى الكالسيوم اين يحصل ايه؟ المايوسين فيلمنت بيتكون فيها اجزاء اسمها ترانزفيرز لينك. ترانزفيرز لينك، يبقى كلمه ترانزفيرز لينكس اللي هي الروابط المستعرضه دي بتتكون في المايوسين فيلمنت in the presence of calcium ion و by the help of energy على شكل ال ATP. that transverse link work as أو act as a hook، خطاف. طب يا ترى ال transverse link دول هيعملوا connection مع مين؟ مع الأكتين يمين ها وشمال. طب يا مستر الكلام ده كده فري في اي وقت؟ الاجابه لا. الصوره اللي قدامك وقدام حضرتك وحضرتك قدامنا الاكتين فيلمنت ده عباره عن ضفيره من كذا نوع من البروتين. الحته دي زياده يعني للعلم فقط. بروتين اسمه تروبونين، اسمه تروبونين، ده فيه اكتيف سايت، ده اللي هيعمل اتاتشمنت مع كل هيد اوف ذا ترانزفيرز لينك اوف مايس وقت الكونتراكشن.
لما الكالسيوم ايون يدخل. طيب يا مستر الاكتف سايتس دول ار بلوكد باي انذر تايب اوف بروتين اسمه تروبومايسين. وقت ما تيجي النيرف امبلس يحصل انفلو للكالسيوم ايون لجوه المايو فايبرل ينتج عن ده ايه بقى اللي في الساركومير؟ ان التروبونين فيلمنتس اوف اكتين which are blocked يحصل فيهم unblocked وكل head of transverse link تعمل attachment with the actin filament. بالمناسبة حضرتك لازم تبقى فاهم كويس قوي الattachment دي يعني حركة واي حركة محتاجة energy والمصل بتاخد الانرجي منين؟ اولا من الـ ATP. خلص ندور على الستورد اللي هو اسمه glycogen. يبقى لو جي سألك او سألك the first or the direct source of energy which is used by a muscle fiber during contraction or relaxation اقول له ATP. طب لو انا بعمل مجهود لفترة اطول وخلصت الـ ATP يبقى تاني مصدر هو الـ stored glycogen زي ما نعرف فيما بعد ان شاء الله. نرجع لموضوعنا. يبقى وقت وصول النيرف امبلس جوه المسل فايبر وجوه المايو فايبرل وكل ساركومير the head of transverse link of myosin attached to actin filament. تمام؟ خدنا شوية ATP حولناه ل ADP plus inorganic phosphate group ومعنا شوية energy consumed. يحصل ايه؟ pulling زي ما شايفين في الصورة او الفيديو اللي قدامنا ده pulling actin filaments towards the center of ساركومير اللي هو الام لاين. اوكي طب عملنا ده كل ما كان الكونتراكشن فورس اقوى كل ما بقى البولينج اكتر معايا كده لحد ما نوصل لهاي كونتراكشن فورس. في الحاله دي يحصل ايه؟ يحصل سلايدنج اوف اكتين فيلمنت اوفر ايتش اذر. عشان كده سموا الثيري دي سلايدنج فيلمنتس ثيري نظرية الخيوط المنزلقة واللي عرفها اسمه هاكسلي. اسمه هاكسلي. يبقى هاكسلي كل اللي هو قاله هو وصف described معايا كده what occurs inside each sarcomere by the help of microscope during the contraction أو اللي هو arrival of nerve impulse لمين معايا؟ للممبرين of muscle fiber اللي اسمه ساركوليما. كلمة السر في ايه؟ في الكالسيوم ايون. طب الكالسيوم ايون دخل نيرف امبلس جت الكالسيوم دخل المايوسين كون ترانزفيرز لينك في وجود الاي تي بي اتاتشد ويز اكتين فيلمنت خدنا شوية انرجي وبعدين حصل بولينج توورد ذا سنتر اوف ساركومير. تمام كده؟ طب عايزين نعمل ريلاكسيشن العكس برضو زي ما استهلكت اي تي بي في الاول هتستهلك اي تي بي في الاخر. يبقى to separate between the transverse link of myosin filament and active sites of actin يبقى you should consume برضو another molecule of ATP to return back to the original state اللي هي relaxed in order to be stimulated again. يبقى الـ ATP مطلوب في الكونتراكشن ومطلوب في الريلاكسيشن. بسرعة كده نعمل بريفيو للتشينجز which occur during muscle contraction. تمام كده؟ احنا كل كلامنا عن المسل وأجزائها لسه ما قلناش how does the nerve impulse transmit from a nerve cell to a muscle cell. اوكي؟ تعال نشوف الساركومير وقت الكونتراكشن رقم واحد بما ان الاكتين فيلمنت هيقرب لبعضه يبقى هيشد معاه الزي لاين يبقى the distance of sarcomere decreases. ادي واحد. اتنين كل ما نقرب لبعض اكتين وبعض والتاني الاتش زون اللي هي السيمي لايت باند هتصغر decreases. طب حصل سلايدنج معناها ان هي absent. اوكي وبالتالي when او during the high contraction او the full contraction of a muscle ايه اللي بيحصل؟ the H zone disappears.
طب يا ترى المايسن او الدارك باند بيتغير؟ الاجابه لا. يبقى الدارك باند اللي هي الدارك اي باند ستيل از ات از. اوكي الزي لاين ابروتش ايتش اذر ساركومير ديستانس ديكريس الاتش زون ديكريسز اور ديسابيرز. كل ده التغيرات اللي بتحصل للساركومير واجزائها وقت المسل كونتراكشن. اوكي طيب السؤال الاكثر اهميه بقى، ايه اللي بيحصل او ازاي بيتنقل النيرف امبلس للساركوليما وينتج عنها كل التغيرات دي؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو اللي جاي. اوكي كان معكم نادر نور الدين بيولوجي سيكريت اوف لايف. اوعى تنسى تشوف الفيديو اللي جاي عشان تكمل الفكره والحلقه معانا. السلام عليكم.